التوسعة العمودية عبر استحداث الأقسام العلمية. تقييم كلية الهندسة في جامعة المثنى، مؤتمر المثنى للعلوم الهندسية والتكنولوجية. على رحاب جامعة المثنى كلية الهندسة للفترة من 16 آذار 2022. في الحقيقة المؤتمر يمثل نقلة نوعية في كلية الهندسة، حيث تم استلام أكثر من 200 بحث وقبول أكثر من 160 بحث، في تم توزيعها في 4 دور نشر عالمية. ويمثل المؤتمر خطوة كبيرة في من أجل ترصين العملية البحثية التعليم في الجامعات العراقية. الغرض من هذا المؤتمر هو جمع أفكار الباحثين لوضع الحلول اللازمة وجمع نتاجاتهم لتكون على طاولة المستثمرين بالدرجة الأساسية من المفروض، وهذه دعوة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم النتاجات العلمية الحقيقية التي لها ارتباط وثيق بالبحوث التطبيقية التي ممكن أن تكون هنالك مشاكل يجب أن تحل. أحد المتحدثين في المؤتمر في جامعة ليفربول جون موريس طرق موضوع مهم جدا ومحاضرة قيمة بخصوص نوع من أنواع الخرسانة التي ممكن أن نستفاد منها بدرجة أساسية في المناطق ذات درجات الحرارة العالية جدا. الكل يعلم بأن العراق يتعرض إلى موجات حرارية بالمدار الهندي في تقريبا من نهاية الشهر السابع إلى بداية الشهر التاسع، أكثر من شهرين درجة الحرارة تكون حتى ليلا لا تقل عن 40 درجة مئوية. طبعا هذه دعوة خاصة لجميع القطاعات الحكومية والمشتركة والخاصة للإفادة من هكذا بحوث قيمة تتناول جميع المشاكل اللي يتعرض لها مجتمعنا العراقي بمختلف التخصصات الهندسية. وإحنا نعرف بلدنا بحاجة إلى نهضة عمرانية، بحاجة إلى بنى تحتية. لا يمكن للشركات فقط وللأموال أن تقوم بهذا الدور ما لم تشارك فيه العقول. فمؤتمرنا يعني يزخر بجميع الباحثين من مختلف التخصصات بمختلف البحوث، بحوث قيمة. أيضا بالإضافة إلى باحثين، هناك العديد من البحوث استقبلها مؤتمرنا من مختلف الدول العالم، على سبيل مثل بريطانيا وأمريكا وكندا ودول عربية مثل السعودية، مثل الإمارات، مثل سوريا، مثل ليبيا، مثل مصر، وأيضا بلدان أوروبية أخرى كثيرة، أيضا دول آسيوية أخرى مثل باكستان، مثل سنغافورة تم استلام بحوث. أيضا اشتراك الكثير من الأساتذة بإلقاء الجلسات الافتتاحية. واقعا احنا خرجنا كثير من الدفع، يعني لحد العام السابق خرجنا الدفعة العاشرة من المهندسين الكيماويين، وذول المهندسين الكيماويين يكون لهم دور قيادي بالمنشآت الصناعية. الدور القيادي المهندس الكيماوي يجي نتيجة التعليم الأكاديمي خلال سنين الدراسة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة. فخلال المرحلة الأولى راح يدرس مبادئ أساسية، نخرج مهندس كيماوي يكون التوصيف الوظيفي له هو مصمم ومشغل ومطور العملية الصناعية. لذلك راح يكون الدور القيادي اللي أنا قلته اللي راح يكون بأغلب المنشآت الصناعية اللي هي بالمصافي النفطية أو بالمعامل الأسمنت.